السودان. ننتقل إلى العاصمة الخرطوم وينضم إلي العميد الركن نبيل عبد الله الناطق باسم القوات المسلحة السودانية. سيادة العميد أهلا بك. إذن من الواضح أن للقوات المسلحة السودانية دورا في عملية الإجلاء التي تتم اليوم اتباعا، ما دوركم في هذه العمليات وما الضمانات التي قدمتموها لتكون بهذه السلاسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. السودان أخي الكريم الآن هو أمانة في أعناقنا في القوات المسلحة، ونحن نخوض هذه المعركة، معركة الكرامة الوطنية للمحافظة على كيان الدولة السودانية في مواجهة الميليشيا المتمردة التي خرجت عن الدولة وخرجت عن القانون. في موضوع الذين يتم إجلاءهم من البعثات الأجنبية والرعاية، الاتصالات التي تمت من هذه الدول تمت بالسيد القائد العام للقوات المسلحة الذي وافق فورا ودون شروط على إجلاء أي مواطنين لأي رعاية لدول تريد بلادهم أن تجليهم. دورنا ينحصر في تسهيل هذه العملية وتنسيق تحرك هذه البعثات وتأمينها حتى وصولها إلى النقاط التي منها يستقلون وسيلة السفر المحددة حتى يصلوا إلى بلادهم. تحركت منذ الأمس البعثة السعودية وبنفس التنسيق ونفس الترتيب، وأعتقد قطر وتركيا والكويت تقريبا تحركوا برا من الخرطوم إلى مدينة بور السودان، وبور السودان تحركوا عن طريق تحركوا جوا إلى بلادهم. فذلك هنالك دول مثل الولايات المتحدة وإنجلترا والصين وفرنسا، هذه الدول أبسط رغبتها في أن ترسل طائرات نقل عسكرية لتجلي رعاياها، ونحن سهلنا عملية تجميع هؤلاء الرعايا وحركتهم، ونسهل إن شاء الله حركتهم إلى المطار حتى يصلوا إلى بلادهم بسلام. هذه أوجب واجباتنا نحرص على أن نقوم بها تجاه ضيوفنا من مختلف الدول. هل وجدت بينكم وبين قوات الدعم السريع أي وساطات بحيث أن تضمن هذه العملية دون خرق من جانبكم أو من جانبهم؟ أنا لست مطلع على أي وساطات تمت، ولكن ما أعلمه أنه هذه هي طبعا بعثات، هي أضمن، هي بعثات دبلوماسية، وهي تتمتع بالحماية، ولا أعتقد أن هنالك عاقلا تحدثه نفسه بأن يتعرض إليها. إذا ولكن في كل الأحوال إذا حاول أن تعدى عليه الميليشيا المتمردة، نحن سنقوم بدورنا طبعا في حمايتهم وتأمينهم و ضمان وصولهم إلى بلادهم بسلام، أو إلى النقطة التي يتحركون منها بالوسيلة المناسبة إلى بلادهم بسلام إن شاء الله. سيد العميد، أنتم تقولون عن الدعم السريع بأنها ميليشيا متمردة وبالتالي غير منضبطة، ما الذي يضمن بالنسبة لكم أن تتم هذه العمليات دون مساس من جانبهم بمواكب الإجلاء هذه؟ نحن نؤمن مسارات هذه المواكب بطريقة معينة نعلمها، وطبعا بتحدد هذه المسارات، ونحن سنكون يعني في تأمينها حتى تصل هذه البعثات إلى النقاط التي يفترض أن يصلوا إليها. بعض شهود العيان سيد العميد أكدوا للتلفزيون العربي بأن طائرات أجنبية هبطت وطارت من مطار الخرطوم، هل هذا يعني بأن هنالك عمليات إجلاء قد تمت من مطار الخرطوم؟ اولا، منذ اندلاع هذه الاحداث مطار الخرطوم هو غير صالح لهبوط الطائرات. في البدايه طبعا كانت هنالك عناصر من المتمردين تسيطر على اجزاء من المطار، تم بحمد الله تحرير هذا المطار بالكامل واجلاءهم منه، ولكن مطار الخرطوم نفسه في ظل الظروف الحاليه لا يسمح بغير صالح للملاحه الجويه نسبه لوقوعه في مرمى نيران الطرفين. وبالتالي هو مطار الخرطوم اصلا غير مستخدم، ولكن في حاله سفر هذه البعثات جوا سيتم تامين مطار اخر غير مطار الخرطوم لتهبط فيه الطائرات ويتم اجلاء هؤلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسيه. هنالك مطار بديل. معروف ان قوات الدعم السريع تسيطر على بعض المطارات الاخرى،
هل تم تحريرها من جانبكم؟ تسيطر الميليشيا المتمردة على مطار نيالا فقط. مطار نيالا هذا في ولاية دارفور في غرب السودان، كانت وضعت يدها سيطرت كانت في بداية الأحداث على مطار مروي، واحتجزت فيه المصريين الذين كانوا موجودين أضم يدعون القوات الجوية في التدريب المشترك، ولكن الآن هم ليسوا موجودين في مطار مروي ولا موجودين في أي مطار آخر سوى مطار نيالا. لكنهم يقولون بأنهم يسيطرون أيضا على مخارج مدن الخرطوم الثلاث، ما صحة هذا؟ هم منتشرون في أجزاء كثيرة من العاصمة، وهم أصلا نحن لم يكن تقريبنا أن نتحرك وندفع إليهم بقوات تقاتلهم أينما هم موجودين، ولكن هم ركزوا وكانوا حريصين جدا على الاهتمام بالمواطنين والوجود بكثافة والانفتاح في مناطق سكنية مأهولة بالسكان، وهم يعلمون جيدا أن القوات المسلحة تتورط في أي قتال داخل مدن العاصمة المزدحمة حتى لا يروح المواطنين ضحايا جراء هذا القتال، هم يعلمون ذلك ويستغلون هذه المسألة، وبالتالي هم الآن يستخدمون سكان الخرطوم دروع بشرية يتواجدون في هذه المناطق. على أي حال نحن ركزنا في هذه العملية على أن نمتص ونحتوي اقتحاماتهم وهجماتهم على المقرات العسكرية، وكنا نقوم بالصبر طوال هذه المرحلة، وسننتقل إن شاء الله إلى المرحلة التي تليها بطريقة تدريجية ومعينة تضمن لنا أن لا نعرض حياة مواطنينا للخطر. هم بالفعل الآن حتى هذه الاشتباكات المتقطعة راح ضحيتها عدد من المواطنين، نحن لا نريد أن نؤزم الموقف أكثر من ذلك، ولا نريد أن يتسع نطاق الضحايا بطريقة تكون يعني كبيرة، وبالتالي نعول على الترتيب والتنسيق الجيد والتخطيط والصبر في نفس الوقت. طبعا كنتم قد أعلنتم بدء عملية تمشيط أمس، لكن القتال لا يزال عنيفا ومشتدا في المقرات الاستراتيجية في الخرطوم كمقر القيادة وأيضا في القصر الجمهوري. لو تطلعنا على ما يحصل هناك في هذا الوقت بالذات، السياق الذي جرت به الأحداث أو الوتيرة التي جرت بها الأحداث من جهة التمرد، هم يحاولون في كل يوم أن يقتحموا المقرات العسكرية في محيط القيادة العامة، وحاولوا كثيرا أيضا أن يدخلوا القصر الجمهوري، وبالتالي نحن نقوم بصدهم، وتركزت العمليات أو الاشتباكات في هذه المنطقة. ولكن اللافت أنه منذ يومين حتى هذه الاشتباكات قلت حدتها كثيرا، والآن يعني ليست هنالك اشتباكات قوية تدور حول هذه المناطق، وإنما مناوشات بعيدة، وهم طبعا وضعوا أطقم الناصة على بنايات على أسطح بنايات محيطة بهذه المناطق. التعامل الذي يتم هو أنه تتعامل معهم قواتنا بالأسلحة الكبيرة تتعامل مع هؤلاء القناطة في أماكن تمركز. كنتم أعلنتم سيد العميد، كنتم أعلنتم أمس بأن العمليات الجوية قد انتهت، لكن لا زلنا نرى طلعات جوية اليوم، لماذا؟ نحن لم نقل أن هنالك عمليات محددة قد انتهت، لأن الأزمة هي أصلا ما زالت قائمة، ولأن الموقف العملياتي ما زال مستمرا. لا أذكر أننا يعني قد ذكرنا أننا قد وضعنا حدا مثلا لنوع معين من أنواع العمليات. نحن نتعامل مع هذا الموقف بالأسلوب العسكري الذي يناسبه، كل حالة نتعامل معها بالأسلوب الذي يناسبها وبالسلاح الذي يناسبه. نعم، شكرا جزيلا لك العميد الركن نبيل عبد الله، المتحدث باسم القوى المسلحة السودانية. تغطية